بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع أنسجة النباتات ودراستها بعمق بشكل متقدم. طبعا قبل فترة درست أحد العينات المتواجدة في مختبري، مثل ما تلاحظون هذه العينة عبارة عن أنسجة نباتية مذوبة في الماء. طبعا أخذت أنسجة تالفة من النباتات وزرعتها في الماي وذوبتها، يعني خليتها يعني لفترة متوسطة الحجم تقريبا 14 يوم، وبعد هذه الفترة الأسبوعين تقريبا حصل نوع من أنواع التليف النسيجي لهذه العينة، مما أنتج عنها نوع من أنواع تحرير الميكروبات المتواجدة في الأنسجة، لأن كل خلية تقريبا داخلها لا يقل عن 10 أنواع من الميكروبات أو الطفيليات الخلوية الصغيرة جدا من بكتيريا وغيرها من المخلوقات الأخرى. وأنا أنصح يعني محبين دراسة الأحياء الدقيقة بالذات الأحياء الممرضة بدراسة أنسجة النباتات التي تعاني من التليف النسيجي المتواجدة في البيئة. ممكن تلقى أنواع الميكروبات والطفيليات والبكتيريا والفطريات وأنواع الأحياء الدقيقة الجديدة يعني. طبعا لقيت في هذه العينة لا يقل عن 10 أنواع من الميكروبات، هذا لا يقل، وأنا أنصحكم يعني بتطوير هذا المجال وإنتاج يعني متخصصين دراسة علم الأمراض ودراسة هذه الميكروبات وتشجيع الطلاب مثلا في كليات الطب أو كليات العلوم بدراسة ميكروبات من هذا الأنواع، وتطوير يعني البحوث في هذا المجال، وأيضا تطوير بحوث كلية العلوم المتواجدة في أي دولة. أنا أنصح أيضا بتطوير التصوير المجهري، كوننا يعني ننتج مجاهر متطورة لدراسة هذه الميكروبات، يعني تكبر 6000 7000 مرة أو 20000 مرة، هذا مناسب جدا لتصوير شتى الميكروبات المتواجدة في العالم. وأيضا على حسب نوع الميكروبات والطفيليات. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم. حبيت أعرض لكم هذه العينة، يعني كانت موضوع يعني مفيد جدا لدراستي في الطفيليات والأحياء الدقيقة.